السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم يا طلبة، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة وأتمنى أن تكونوا بخير. في هذا الفيديو سأتكلم عن تصريح وزير الصحة الجزائرية حول غلق المدارس أو إمكانية العودة إلى الحجر الصحي، فقال بأنه لا يجب تهويل الوضع أو تخويف الناس حول عملية الغلق، وإنما إن شاء الله تعالى أنه يجب على المواطن، هكذا صرح، أن يتحلى بروح المسؤولية فيما يخص يعني التباعد الجسدي والكمامة إلى آخر ذلك، ودعا من الصحافة إلى العمليات التحسيسية من أجل سلامة جميع المواطنين. بالإضافة أيضا قال بأنه إحنا فتحنا الحدود وفتحنا قاعات الحفلات، فبالتالي لا تضخم الأمور وأن الأمور إن شاء الله ستكون بخير. هكذا صرح وزير الصحة الجزائرية، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، وإلى اللقاء، وأي أخبار جديدة سأنشرها بحول الله تعالى.